السلام عليكم، معكم محمد بس فرجان. في جديد في الفيديو هنتكلم ساعة عملنا اعلان لشركه اكس في موزيلا عرب. الموضوع كان كامل جدا، الفيديو تعبنا فيه جدا، والاعلان في الاخر كملش 30 ثانيه، فالموضوع كان جامد جدا. طبعا لو انت جديد تطلع تدوس على زر اللايك واشترك ويدفع زر الجرس عشان اول نزل فيديو جديد يوصلك شعار بيعرض. طبعا كل اللي بنستخدمه في موضوع الموبايل بتاعنا، موبايل انا صورت بيه مش مكذب، موبايل انا بصور بيه حاليا اوبو 15. انا صورت بيه الاعلان، منتجت بيه، عملت بيه كل حاجه. كان موبايل اوبو 15 اللي عملنا برضه مراجعه هنا على القناه. احنا هنا كتير، خلينا نخش ونبص على الاعلان بتتعمل ازاي. نشوف الاعلان كامل من غير بقى مونتاج، من غير موسيقى، من غير اي حاجه. وفي الاخر الفيديو هنشوف الاعلان بعد ما خلصناه وظبطنا الدنيا كلها. دلوقتي هعرض لكم الفيديو او الاعلان بدون موسيقى قبل الفينش الاخير، وبعد ما نشوف الاعلان بدون موسيقى هنشوف الشرح الكامل للاعلان، وبعد كده هنشوف الاعلان كامل. فلو انت عايز تعدي الجزء ده وتشوف الاعلان كامل تعديه، بس انصحك انت تشوف الشرح كله. ودلوقتي هنتكلم على السيت اب بتاع التصوير ده. السيت اب قبل ما اطفي النور طبعا هشرح كل حاجه في السيت اب بالظبط. طبعا ده اول حاجه الموبايل بتاعنا انا بصور بيه اللي احنا قلنا عليه اللي هو الاوبو اي 15. طبعا زي ما شايفين هنا طبعا الترابيزه بتاعتي، وفي طبعا لوح خشب لونه بني ده اللي انا كنت مثبت عليه المنتج. وطبعا جبت لوحه بلونها اصفر ولوحه لونها قريب من اللون الاخضر ده عشان بس اغير الخلفيه. بالنسبه للاضاءه احنا عملنا ارخص اضاءه ممكن تكون موجوده، جبنا مقشه وثبتنا عليه اضاءه. طبعا هتلاقي الفيديو ده مشروح اللي هسيبه لك برده في صندوق الوصف ازاي تعمل ارخص اضاءه موجوده. طبعا انا جبت المنتج وبدات ارش عليه طبعا ميه بحيث ان المنتج يبان ان هو كمزيل عارف لازم يبقى فيه ميه والكلام ده كله. فدلوقتي هنشوف الاعلان بعد ما طفينا النور قبل طبعا ما نعمل الايديت بتاعنا. طبعا ده طبعا انا هنا بحاول انا احرك المنتج بحيث يديني حركه تكون شكلها كويس جدا. زي ما انتم ملاحظين في ميه على اللوح الخشب بتاعنا، طبعا غرقت السطح ده كله ميه بحيث ان المنتج يبقى سهل في الحركه، وبرده ده مزيل عرق فبيبقى في الحمام فيبقى عليه ميه، فالموضوع فعلا بيدي شكل جامد جدا. طبعا هتلاقوا هنا ان انا بحاول احرك المنتج، تمام. الموضوع فعلا بيبقى عشان انت بتشوف الاعلان من غير بقى مونتاج، من غير بقى موسيقى، من غير الكلام ده كله. انا بحاول انا ازق المنتج بحيث يتحرك ويدينا برضك شكل يكون جامد جدا. طبعا تلاحظ ان الميه بتتحرك وانا بحرك المنتج بتاعنا. دلوقتي هسيبكم مع الفيديو من غير مونتاج، من غير اي حاجه، تمام. واحاول اسرع لكم برضك الفيديو، وطبعا هوريكم بالاخر الاعلان بتاعنا. بس كده كنا مستنيين على الفيديو.